ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم، وتحدي جديد من تحدي ملوك الفلاحي. الحلقه اللي فاتت كانت حلقه قويه ومميزه جدا، وتعرفنا فيها على وصفه حلوه وعرفنا فيها معلومات كتير. النهارده كمان معانا تحدي جديد، ومعانا استاذه في الاكل الفلاحي. معانا النهارده ايمان عبد العزيز. ازيك يا ايمان؟ اهلا بيك يا شيف. اهلا بحضرتك. كل سنه وانتي طيبه. وحضرتك طيبه وبصحه وسلامه، منورانا ومشرفانا. وجاهزه للتحدي؟ وجاهزه للتحدي. يلا بينا. هنعمل لنا ايه النهارده؟ هعمل بطه بسمنه كريستال في طاجن رز معمر، بيقول احلى كلام بقى. يا خبر يا خبر على الجمال. معانا بطه، ومعانا 3 كوبايات رز، بصله متقطعه، بصله سليمه، كبد وقوانص بتاعه البط، ملح وفلفل اسود، ورق لورا، مستكه، حبهان، بهارات، سكر، حليب، ومعانا طبعا سمن كريستال. وادي الطاسه. يا سلام على الترميله. بقى الترميله بتاعتها عامله ازاي؟ بجد بتقول كلام حلو قوي يعني. تحفه. هنسيبها تسيح على النار ونشوح فيها البطه قبل ما نسلقها وقبل اي حاجه. هنبدا ناخد البط الاول ونحطه على الناحيه اللي فيها الجل ونديله الصدمه بتاعته. هايل. هنحط فصين حبهان كده معاه. الله على الريحه. وفصين مستكه. حلو قوي. ورشه فلفل صغيره كده في السمنه نفسها. ميه بتاعتنا نحط فيها بصل. حلو. وكان فص حبهان. تمام. بعد كده هنحط كام ورقه لورا في الميه بتاعتنا بعد ما حطينا البصلايه. وهنحط الملح طبعا. رشه سكر صغيره قوي. الله عليكي، انا من انصار رشه السكر في كل الحوادث. البط اخد اللون بالشكل ده كده معانا. هناخده نحطه في الميه بالشكل ده، واهم حاجه تكون الميه معانا مغليه. بالظبط. تمام. هاي هنكمل الباقي في طاسه. هناخد معلقه سمنه ثانيه وكريستال الفلاح. هي بصله متوسطه. معانا الكبده والقوانص بتاعه المقطعه يعني صغيره، كيوبس صغيره جدا جدا. هننزل بيها على البصل، ملح، فلفل اسود، رشه صغيره مش كتيرا، 7 بهارات. هننزل بقى دلوقتي بالرز معانا غسلينه. كده خلاص الرز اتشوح معانا. حلو قوي. مظبوط جدا. هناخده نحطه في الطاجن. هناخد بالسمنه. اجيب لك معلقه. خلاص تمام. تمام. هندهن بقى الطاجن كويس جدا. هننزل بقى بالرز هنا. هنحط معلقه قشطه هنا عشان يبقى طعمه كده غني وفلاحي فلاحي بجد بقى مع السمنه. الله عليكي. هناخد الحليب. يلا. المقدار بقى قد ايه؟ لكل كوبايه بنحط كوبايه وربع، دول حوالي 4 كوبايات على الثلاث كوبايات بتوع الرز. هايل. نطلع البطه. ونبدا نرصها على الطاجن. عارفين كمان الرز بيخلي اي لحوم بتتحط فيه بتبقى طريه جدا، وتحس ان اللحم بتاعها كده دايب زي ما بنقول. هندخل الطاجن على الفرن على درجه حراره 200 اول نص ساعه على الصاجه من تحت، مش هنحطه على الشبكه ولا على ارضيه الفرن. على ارضيه الفرن بالظبط كده. درجه حراره 200. اول ما يتشرب معانا في خلال نص ساعه او ممكن تلت ساعه هنبدا نوطي عليه ونسيبه لحد ما يستوي وياخد اللون والوش بتاعه. الله عليك. وده كده طاجن الرز المعمر بالبط وسمن كريستال الفلاح. مش عايزه اقول لحضراتكم بقى، بصوا البط مش يعني مش مستحمل، ساب العظم متفصص وساب العظم طالع لوحده، يعني مستوي سوا كامل ما شاء الله. ميرسي يا شيف. ميرسي. لو عجبتكم وصفه ايمان النهارده يلا اعملوا لها لايك وشير كتير علشان تكسب. وجينا بقى لسؤال حلقتنا النهارده، وسؤال حلقتنا بيقول ايه؟ ازاي تظبطي وش الرز المعمر؟ لو عرفتوا الاجابه جاوبوا في التعليقات علشان تكسبوا جوائز قيمه جدا من كريستال. استنونا في تحدي جديد مع ملوك الفلاحي في مطبخ كريستال، ومع كريستال ابدعي.